حاجة من الخيال. نصدمكم ولا نصدمكمش؟ بتشوفوا المكان هذا؟ تفضلوا. صباحكم افريقي ان شاء الله. في وسط الغابة وفي وسط النهر. حاليا نحن في غامبيا في المتحف هذا الرئيس يحيى اللي دار الثورة في أو الانقلاب في 1994 كان شاب تقريبا. شباب أنا خاش في مكان خطير، مكان هذا كله موجود في وسط التماسيح، هي مجازفة وإن شاء الله ربي يستر. هذه محمية في وسط الغابة في عدد كبير من التماسيح. See the monkey from not there. Where the monkey? This way. Okay. طبعا المحمية هذه موجودة في غامبيا. زي ما شايفين نحن موجودين في احدى الغابات في غامبيا اللي هي موجوده احد دول تعتبر غامبيا دول غرب افريقيا. هذه في العاصمه بنجول في منطقه سينغا غامبيا السياحية، زي ما تشوفوا منطقة سياحية بالكامل. غامبيا أفقر دولة في العالم، إحدى أفقر دول العالم، تمام؟ غامبيا المرتبات هنا في حدود 30 إلى 50 دولار، أعلى مرتب لموظف حكومي يصل ل 100 دولار، تمام؟ هنا إن غامبيا، تمام؟ غامبيا مساحتها صغيرة، يعني غامبيا تعتبر يعني دولة صغيرة، يعني لو نشوفوها تقريبا بمساحة قطر. الرئيس السابق كان اسمه يحيى اللي هو أعلن غامبيا دولة إسلامية، بعدين حصلت انتخابات في البلاد هذه، جاء رئيس واحد ثاني رفض يحيى يسلم، لكن بوساطة من موريتانيا من السنغال سلم الرئيس يحيى واخذ اللجوء السياسي في غينيا بيساو. طبعا هذا الفيش ماركت في منطقة جميلة مطلة على البحر. طبعا كل السمك اللي يجيهم، طبعا السبايشي والفلفل كل اللي يجيهم فريش وكل اللي يجيهم طازة. ليبيا مية مية. طبعا اللي ما استمتعش بزيارة أدغال أفريقيا
وغاباتها يعتبر انه ما شاف الشيء من الدنيا. على فكرة اوروبا امريكا اسيا ولا شيء امام افريقيا ولا شيء امام القارة السمراء. نحن في بانجول. بانجول هي العاصمة الرئيسية والعاصمة السياسية لغامبيا. مشطبين طبعا الجزء اللي مكتوب فيه ثورة الفاتح والقذافي. هذا تاريخ لازم why the people is put this for Gaddafi name, no? Yeah. Hair is for lady? Yeah? Yes, for lady. And hair for man. Dawa al Islamiya, you know Dawa al Islamiya? Yeah. I can't come in the video? No. Ustija from Gaddafi? Gaddafi. And? Madrasa school Muslim from Gaddafi? Yeah. And most for Gaddafi? MashaAllah. SubhanAllah. الراجل على قد ما شوهوه وعلى قد ما طعنوا فيه وفي نسبه وفي دينته، لكن شوفوا رسالته واضحه. واحد دائما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. من اراد تشويه بلادنا وتشويه زعيمها؟ كيلومتر ليبيا عندها 2000 كيلومتر، غامبيا عندها 200 كيلومتر، اقل من 200 كيلومتر. يعني غامبيا من الشاطئ للشاطئ ودايرين اللي ما يندار، مستغلين المساحه هذه. غامبيا لا عندها لا غاز لا نفط لا ضي لا ميه، لا عندها شيء، لا عندها زراعه، لا عندها اغنام، تمام. حتى الضي حتى الكهرباء. عوض يحكي لكم منين الكهرباء يجي للعاصمه عويضه. باخره تركيه البحر. باخرة تركية موجودة في البحر تغدي في غامبيا بالكهرباء. تخيلوا يعني ما عندهاش أي مصدر. لكن شوفوا ال- 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 التنمية اللي قاعدة تصير في البلاد والتطور اللي قاعد يصير في البلاد. مساجد موجودة في كل مكان على فكرة، في كل مكان جميع حتأذن. الأماكن السياحية موجودة، كل شيء متوفر. حاجة من الخيال.